مهمه يعني معنويا حقيقي للناس كلها، للزملكاويه كلهم، بطوله معنويه ان احنا لعيبه الزمالك تاخد ثقه في نفسها، بطوله معنويه ان جمهور الزمالك يشعر برضه هو ده فعلا الزمالك، بيلعب رسمي بيلعب ودي، لازم دائما يكون صائد للبطولات. ده ما يمنعش ان احنا برضه بالفعل لازم ومحتاجين، ده اللي شغالين فيه لدعم الفرقه، وده اللي احنا فعلا شغالين فيه كمجلس اداره، لكن مهم جدا جدا المكسب عشان معنويات الفرقه ومعنويات الجمهور الجميل النهارده جاي ده، مولع الاستاد بتواجده وهتافه ودعمه لفرقته. فالف مبروك لكل الزملكاويه، ومبروك لمجلس الاداره والكابتن حسين لبيب، حتى معنويا لينا احنا يعني بعد الفتره البسيطه اللي عدت من عمر مجلس الاداره اللي هم 3 اشهر ويعني مليانه ازمات، فكويس ان حاجه زي كده بتحصل، مؤشر لينا في اللي جاي بقى، واللي جاي هو طبعا هو الاهم اللي ممكن يحصل فيه، عشان ان شاء الله البطولات اللي حاطين عينينا عليها كونفدراليه وخلافه ان شاء الله. شكرا. حلو شكرا. الحمد لله.